الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وألا يدع فينا ولا بيننا ولا بنا شقيا ولا محروم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقيقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. ثم أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاود ما توقفنا عنده في سورة التوبة. كنت في المرة الأخيرة كنا نتكلم عن موضوع المنافقين وكيف تعامل النبي مع هذه الكتلة الخطيرة في المجتمع، لأن من أخطر ما في المجتمع أن يكون جزء منه ليس منه، يعني يكون منافق يستخدم يتجسس يوضع خلال الأمة، يعني هذا بيبقى نوع أصعب بكثير من العدو الظاهر، وهم بيسموه في اللغة الحديثة الطابور الخامس، مش كده؟ يسمونه هكذا، يعني اللي هو مجند داخل المجتمع. وتكلمت المرة الماضية عن ماذا كانوا يفعلون داخل المجتمع، أو مجمل أعمالهم داخل المجتمع. دي كانت آخر محاضرة قبل أن نتوقف خلال شهر أغسطس عن المحاضرات. حتى نفهم كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، هنأخذ الإضاءات القرآنية في سورة التوبة ونكتفي بها، لأنها أمثلة تكفي، لو بالذات أن سورة التوبة تعتبر المرحلة النهائية في التعامل مع له مع المنافقين، والتي شملت آيات كثيرة أكثر من الكلام عن الكافرين. كلام عن الكافرين استوعب يعني كم آية في الأول، في أول السورة، وبدأ الحديث بطول السورة بعد كده عن مين؟ عن المنافقين. بما أن هذه المحاضرة الأولى، فسنجعل أول درس خفيف، وعلى الأسبوع القادم يكون العشاء يعني تراجعت كثيرا، يكون معنا مجال أكبر إن شاء الله. لكن مبدئيا أول صفة، لأن من ضمن الأشياء اللي تعامل بها القرآن الكريم مع المنافقين، إبراز صفاتهم دون تحديد أعيانهم. أرجو أن الجملة تكون واضحة، إبراز الصفات دون تحديد له الأعيان. يعني ليس فلان ابن فلان يجي ينزق قد فلان ابن فلان ده منافق، ده اسمه تحديد أعيان. تحديد إيه؟ أعيان. لا، هو يحدد صفات. مثلا هل هناك فرق بين أن تقول أنا أحب أنا أبغض الظالمين، تمام، وتسكت، أو تقول أنا أبغض فلان الظالم؟ لا، فلان الظالم ده يبقى أنت عينته واتهمته بالظلم، وأصبح لابد أن تأتي بدليل على ذلك، وهذه مشكلة كبيرة. لكن عندما تقول أكره الظالم والظلم، لا، ما مش هذه صحيح يعني. فأحيانا تتكلم عن الكفر وعن صفات الكفر وعن صفات المنافقين بشكل عام، بشكل إيه؟ عام. ولكن إسقاطها على الأعيان فيها كلام، دي اللي هنتكلم فيها، أن بعض الإسقاطات أوجدت بعض الخلل في عدم التفريق بين ضعاف الإيمان من المسلمين، لأنه ممكن يعملوا بعض الأعمال اللي في ظاهرة إيه؟ شبيهة بأعمال المنافقين، أو المترددين من المسلمين. يعني تلاقي يعني يخلط عمل صالح بعمل قاعد، يعني الرجل بيتطوح شمال ويمين بس مش منافق، ليس منافق، تمام. فأول لما القرآن يبدأ يكشف صفاتهم، معناها إيه؟ معناها أن اللي هيقع في الصفات دي هو تحت الشبهة، حتى لو كان من ضعاف المؤمنين، حتى لأن دي فيها دفع أيضا لضعاف المؤمنين والمترددين أن يقلعوا عن هذه الأعمال التي ممكن أن تجمعهم مع من؟ مع المنافقين. فالصفات اللي بيعملوها دايما هتتكرر منهم، ممكن تحصل من ضعيف الإيمان أو من المتردد مرة،
لكن هي تحصل من المنافق باستمرار. هذه صفته، صفة لازمة. بالنسبة للضعيف الإمام ممكن تكون صفة عارضة، لكن بالنسبة للمنافق بتكون صفة من صفاته اللازم التي لا تتخلف. من أول الصفات التي كشفتها سورة التوبة وبيّنت أن المنافقين قد وقعوا فيها الاستئذان من النبي في الخروج لأعذار موهومة، لأعذار غير حقيقية، لأعذار غير حقيقية يستأذن النبي بقى. وطبعا حتى ليس أول استئذان لهم في سورة التوبة، ولكن من استئذاناتهم حتى استأذنوا في الأحزاب ويستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة اللي هو الكفر يعني لأتوها وما تلبسوا بها إلا قليل. ما عنده بس هي أعذار موهومة. يبدأوا يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدروش يخرجوا معه. مرة يستأذنوا فيقولوا يعني الحر وبني الأصفر وكلام زي كده، والقرآن يرد قل إن نار جهنم أشد أشد حر. مرة يستأذنوا يقول له لا تفتني، يعني يقول له والله احنا طول عمرنا بنحارب في الجزيرة العربية لكن انت مودينا بني الأصفر ودول عندهم نساء جميلات ممكن نتفتن فيهم. فهكذا قالوا، يعني قالوا لا تفتني ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة هم أصلا في الفتنة سقطوا. مجرد أنهم يستأذنوا أنهم في الفتنة سقطوا تمام، أو يقولوا والله يعني ما في عندنا إمكانية ومش عارف كذا، الأمر جاء بسرعة ما قدرنا نتجهز. ربنا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ففبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني هم ما كانوش محتاجين وقت زيادة ولا حاجة، هم جاهزين لكن هم بيتعللوا بيقول لك الوقت كان ضيق ما ادتناش فرصة نستعد، كنا عايزين نعمل كذا وكذا 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 تمام، أو ما فيش إمكانيات، أنت جاي في وقت لسه ليس معنا مال كافي وهكذا. فيبدأوا أول صفة من صفاتهم أن يستأذنوا لأسباب واهية وهم كاذبون، والله يعلم إنهم لكاذبون. يبقى أول هذه طبعا ده القرآن هيقوم مفرق بالضبط إن الذين استأذنوا لأعذار حقيقية جاءوا مرضى مثلا عندهم شيء، قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني هم جاهزين ومعهم المال وكل شيء وهم طلعوا لك أعذار لأنهم لا يريدون الخروج تمام. يبقى هنا الكذب الاستئذان والكذب مع بعض بيستأذنهم كذابين عندما أبرزوا أعذار ليست حقيقية من أي الأعذار كانت أيا كان نوع الأعذار التي قدمونها. طيب الصفة هذه صفة أنهم يستأذنوا في الخروج يستأذنون في الخروج وهم كاذبون، إذا تكررت يصبح الإنسان عليه علامة استفهام ولا ليس عليه علامة استفهام؟ عليه علامة استفهام واضحة جدا. ولذلك ستجد النبي صلى الله عليه وسلم أبقى من يكون نائبه في غزوة تبوك في المدينة سيدنا علي. فسيدنا علي من اللي تكلم عليه؟ من اللي تكلموا على سيدنا؟ لأنه كره وجود سيدنا علي معهم في المدينة، لأن المنافقين مش عايزين سيدنا علي يكون في المدينة، فالمنافقين بدأوا يتكلموا عليه، قال أصله هو تقيل واستبطأ النبي وما فيش معاه وكذا، بدأوا يتكلموا عليه. فخرج سيدنا علي تأثر بالكلام وخرج يلحق بالنبي وقال له يا رسول الله أتخلفني مع النساء والأولاد وأصحاب الأعذار والمنافقين؟ يبقى هنا سيدنا علي عرف إن في منافقين كتير في المدينة ولا لا؟ واضحين يعني كانت زي اللي على راسه بطحة يعني ما فيش كانوا واضحين جدا. فقال له أتخلفني مع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار؟
والمنافقين. يبقى إذن سيدنا علي كان مفرق بين عارف أصحاب الأعذار وعارف مين وعارف المنافقين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لتطيب خاطره أعطاه فضيلة، قال سيدنا سعد لو كانت لي كانت أفضل عندي من الدنيا وما فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي في هذه الحالة، قال له يعني أتحب أن تكون مني، أنت مني كهارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. يعني الرسول أول مرة يخرج خارج الجزيرة العربية فخلف من مكانه سيدنا علي. طب وسيدنا موسى لما ذهب إلى ميقات ربه كان مخلف من مكانه سيدنا هارون، فهو شبهه به، قال له يعني أنت مني، أنت يعني أنا تركتك لأنك أنت مني كهارون من إيه؟ من موسى لما موسى خرج، غير أنه لا نبي بعدي، يعني لست لن تكون نبيا مثل هارون لأنه لا نبي إيه؟ لا نبي بعدي. يبقى إذن كانت واضحة جدا أن الذين يعتذرون عن الخروج أنهم كانوا منافقين، وكان يمكن أن يعرف صاحب العذر الحقيقي، بيبقى واضح صاحب العذر الحقيقي، معروف أنه فقير، فما يجي واحد غني يستأذن لأنه فيش معاه مال بيتعرف. وكذلك لو واحد به علة معينة من العلل، مثلا فيه أي شيء، يعني حتى الآية ستذكر ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، يعني اللي له عذر واضح. فالذي ليس له أي عذر في صحته وعنده المال وكذا لما يعتذر يبقى واضح وضوح الشمس ولا لا؟ واضح وضوح الشمس، تمام؟ طيب الحكاية دي بتنفع في إيه؟ بتنفع في تحديدهم، يعني خلاص يبدأوا يتكشفوا، لأن خطورتهم فين؟ في اندماجهم، في اندماجهم في المجتمع. والمنافق بيجيد المزايدة، المنافق بيجيد إيه؟ المزايدة. يعني مثلا عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس النفاق كله، يعني النفاق لما يتوزع على أهل المدينة كله عبد الله بن أبي بن سلول ياخد نصفه لوحده كده أو أكتر كمان، تمام؟ طيب كان بيعمل إيه؟ بيزايد. أنتوا تعرفوا أنه يصلي في الصف الأول وبعد كل صلاة بدون مناسبة يوم يا أيها الناس اسمعوا لنبيكم وأطيعوا. يا سلام عليك يا أخوي، طب اسمع أنت له وأطيع، تمام؟ ويقف بقى يوعظ، يعني تعرفين زي ما شوق عمل في الثعلب والديك، لبس الثعلب يوما ثياب الواعظين. وبيقول عايزين نصلي الفجر خلوا يعني اذنوا للديك ان يؤذن فينا، يخلوه يجي يأذن عشان نصلي الفجر. فطبعا الديك كان اوعى منه، قال له يعني لقد علمنا يعني من ابائنا اصحاب الدجان الذين كانوا في هذا البطن اللعين، يعني بطن الثعلب، يعني كان أخطأ من ظن يوما أن للثعلب دينا. ثعلب إيه اللي عايز يصلي الفجر؟ ده ثعلب يريد الديك ولا يريد الفجر. فهكذا يقف هو يعمل هذه الفجر. فلما يبدأ القرآن يتكلم أدي صفاتهم هم، أنهم عند الجد والخروج في سبيل الله ويطلب منهم الخروج ويطلب منهم الإنفاق لا يخرج ولا ينفق ويستأذن ويعتذر ويأتوا بأعذار إيه؟ يعني واهية، إما أعذار مش حقيقية أو أعذار لا يليق إن الإنسان يقول، إذا كان يقول لا الحر لا ده بني الأصفر أصل إحنا بنخاف من فتنة النساء، المدة اللي ادتهالنا والله ما كانتش كافية، ده إحنا يعني لو كنت بس تعرفنا بدري شوية حتى نستعد. الأعذار اللي هي الواهية اللي ممكن يخرجها أي أحد. فأول شيء أن القرآن يفضح هذا العذر وهذا الأمر اللي هو الاستئذان حتى يحددوا تماما، يحددوا إيه؟ تماما. هاخد أمر آخر على السريع غير موضوع الاستئذان. طبعا الاستئذان احنا عندنا صفة الكذب صفة من الصفات الأساسية المكونة لدم وعظم وأعصاب ومخ المنافق، لا يستطيع إلا أن يكذب، يكذب كما يتنفس ولا يجد عناء في اختلاق الكذب. الإنسان اللي ما بيعرفش يكذب لما يجي يكذب تلقوا خايب، يعني بيبان ما بيعرفش، وفي الآخر هم قايل الحقيقة لأنه مش قادر مش طبيعته. لكن في ناس كما تتنفس، يعني يخرج الكذب كالماء الجاري عادي،
ما تقدرش تكشف. حتى انا اظن جهاز كشف الكاذب ما يعرفش يجيبه، لانه حتى الشرز الكهربي اللي في الناصيه بتاعته ما بيشتغلش، لانه متعود يعني ما بيبانش. هذا ناس يعني متدربه على الكذب. فطبعا الاستئذان الكذب صفه لازمه، مش محتاجين نقول، هم كانوا يعرفوه من كثره الكذب كانوا يعرفوه. لكن الاستئذان كان من ضمن الاسباب او الاشياء الرئيسيه التي تبين لما كل ما ياتي خروج يستاذنوا، استاذنوا في الاحزاب، وانفصلوا في احد، رجع ابن ابي باي سبب ترك الجيش ورجع، وفي الاحزاب استاذنوا، وفي تبوك استاذنوا، في كل مره يستاذن. لكن خد بالك القران بيقول ايه، الا يرون انهم يفتنون في كل عام مره ومرتين، يعني هم اغبى منهم ما فيش، يعني في كل مره يفتنوا في الامر ويقع ويتكشفوا ويرجعوا فيه مره اخرى، لانه الخوف اللي سيطر عليه من الخروج يجعل لا يفكر انه فتن من قبل، انه وعد من قبل، انه استأذن نفس الاستئذانات من قبل، وانه هذه ليست اول مره. ده بالعكس، ده اوقات يمر العام فيفتن فيه مره واثنين وثلاثه ولا يتوبون ولا يرجعون ولا يتعلمون، في كل مره يقعوا في نفس الايه، في نفس الحفره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كذلك مثلها، اما المنافق فيفتن مرتين وثلاثه واربعه لا يتعلم، يعني حتى كمان ما بيحاولش يغير، لا هو يقع بنفس الطريقه بنفس المشكله بنفس العذر بنفس كل شيء، بعد ما يعاهد وبعد ما يحلف بالله ايمانات مغلظه، لا خلاص هذه اخر مره والمره الجايه ستجدنا ايه في الاول. امتى بقى ممكن تجدهم في الاول؟ لو كان سفرا قاصدا وعرضا قريب، يعني لو كان السفر قريب والعرض قاصد وفيه غنائم والعمليه عباره عن رحله سياتوا منها بالغنائم، بتلقوهم هم جاهزين واول ناس موجودين، وبالعكس بيروا ان الناس الثانيه اتاخرت لهم اول ناس. لو كان السفره بسيطه وفيها ايه وفادع، ولذلك هيكون من عقابهم في مثل هذه السفرات اللي هم عايزين يخرجوه فيها، هيقوم النبي يقول لهم ايه، لن تخرجوا ايه معي ابدا. اوعوا تفكروا اللي قاعد في السفر الطويل وفي الحاجه اللي مش مضمونه ماهوش طالع في الايه، في القصير المضمون، مش هنطلعكم. قل لن تخرجوا ايه، امر من الله، يعني لم تترك للنبي، لعل لو تركت للنبي، النبي انتوا عارفين يعني قلبه واسع ممكن يسمح بها، لكن قال له لا، قل لهم كده لن تخرجوا معي ابدا، يعني ما انتوش خارجين. فيبقى هم هنا يفتنوا في اكثر من مره، بيستاذنوا ويفتنوا اكثر من مره وينكشفوا عندما ياتي خروج، وهذا الخروج قصير قريب وفيه يعني احتمال الغنائم فيه ورده يعني بشكل كبير، بتجدهم أول الناس وجاهزين وعايزين يخرجوا وبقوا مجاهدين وبيقول الله أكبر كمان. فيقوم النبي يقول لهم إيه، ربنا يقول لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قل لن تخرجوا معي، يعني بمعنى آخر بيفضحوا نفسه، بيفضحوا إيه، يفضحوا نفسه. يعني أذكر طرفة كده، كان وإحنا في الجيش، فولد يعني ضربوا ضابط هنا كده عسكري، فيعني الواد اوهم الدنيا كلها انه اصابه ايه طرش صمم من والتاني يعني خاف وبدا يريحوا في مش عارف كذا الضابط اللي كان رائد هو ده. وانا جاءتني فكره يعني بضحك كده بقول له احنا هنختبر الجدع ده بيسمع ولا ما بيسمعش، فقال لي هتعمل ايه؟ قلت له بس الشنه طبعا، علشان اي واحد يقول له اي حاجه لازم يعلي صوته وينادى عليه مرتين ثلاثه هو يقعد يقول فانا بصوت واطي قلت له انت ليك اجازه موجوده في الاوفيس ادخل خدها علشان تطلع وفي مكافاه، بصوت واطي جدا، قام شاكرني وطالع جري. الرائد قال له تعالى تعالى يا حبيبي انت بتسمع كويس قوي يعني اشمعنى المرات. فهم نفس الحكايه، يفتنوا ازاي؟ السفر البعيد يطلعوا بالاعذار، طب والاعذار راحت فين؟ لما السفر بقى قريب وبقى فيه احتمال غنائم والدنيا، ده ما فيش، ده من شهر واحد كنتوا بتعتذروا،
إيه اللي الوقت بيتوا جاهزين والخيل موجودة والسيف وكمان بتزايدوا في الإيمان والجهاد في سبيل الله، شو اللي حصل لكم؟ فدي تعتبر إيه؟ فتنة. فيقوم النبي يقول لهم ما انتوش خارجين معاي، فلما ما يخرجوش يبقى كده اتفتنوا وبنوا على إيه؟ حقيقته. يجي بعدها على طول سفر تاني مش مضمون، يوم طالعين بنفس الأعذار كأنهم ما كانوش جاهزين في اللي النبي قال لهم مش لا تخرجوا معي أبدا. ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام إيه؟ مرة أو مرتين، ما فيش فايدة، لا يتعلم، هو لا يتعلم، هو يفضح نفسه، يعني كأنما يرفع رايه ويقول أنا كاذب أنا كذاب، تعالوا عرفوني أنا، هو لأنه هو مش مركز في 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 فيما يقول ولا فيما يفعل. يبقى إذن الاستئذان والأعذار وبخاصة إذا كان السفر طويل وليس مضمونا، يعني ما ممكن يبقى فيه صعب عليهم يعني، والجاهزية الكاملة إذا كان السفر قصير والاحتمال الغنائم تكون موجودة، وعندها لا يأذن النبي لهم أن يخرجوا معه، وبالتالي يبان كذبهم وأفضح نفاقهم. يبقى هنا أول الصفات التي سيكشفها القرآن الكريم كثرة الاستئذان والاعتذار مع الطول ومع القدرة، وأنهم يختارون متى يخرجون ومتى لا يخرجون. نكتفي بهذا القدر يعني هذه الليلة، وسنتكلم عن بعض الصفات الأخرى التي فضحها القرآن الكريم في المرة القادمة، لكن أهم ما سنتكلم عنه كيف تعامل معه مع هذه الصفات، كيف تعامل معهم في ضوء ما قدمناه في المحاضرة الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السلم الاجتماعي والمجتمع المتماسك مع وجود هذه الفئة السيئة المقلقة في المجتمع المسلم، وهي فئة المنافقين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق كبيره وصغيره، عمله واعتقاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أي سؤال؟